الدكتور عادل حسني. الدكتور عادل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مساء النور، حياك الله دكتور عادل. اللهم لك الحمد. زي حضرتك؟ احنا الحمد لله تمام. دكتور عادل طبعا نتشرفنا نسمع رايك. احنا عندنا سؤالنا اليوم يقول كيف تتقبل نفسك؟ طبعا ما شاء الله الدكتور اكيد انك انت مر عليك تجارب، فحب نسمع منك وجهة نظرك في الموضوع، تفضل. هو طبعا موضوع النفس ده موضوع كبير جدا، يمكن هو يحتوي كل العالم باللي فيه. النفس البشرية دي حتى لما ربنا ذكرها بان هي ربنا ذكرها بالنفس البشرية اللي هي النفس يعني اللي بتغوي الانسان وبتعمل كل شيء. بعض الناس حتى لما بيكونوا كعيانين بيبقى في بينهم وبين نفسهم تضاد وتضارب ينتج عنها امراض نفسية كبيرة قوي. عشان كده الانسان حتى لما ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كرمه بيبقى متصالح مع نفسه ومتفاهم وعارف هي عايزة ايه منه، بحيث ان هو بيبقى عامل لها حدود يمشي فيها وما بيتركها تمشي بيه زي ما هي عايزة. تمام كده؟ تمام ممتاز. حتى بعض المراجعين اللي عندهم مشاكل نفسية بيبقى بينه وبين نفسه وما يبغى أي شيء وما يعجبه أي شيء، بيبقى واخد الأمور بشيء من التنافسية بينه وبين نفسه نفسها، يعني بيبقى هو ونفسه في حوار وبعض الأوقات بتوصل لعداوة. دكتور عادل بعد إذنك، أول شيء حياك الله ويا مرحبا فيك. يا هلا بك يا فندم. هل فيها ارتباط احيانا ببعض الامراض النفسيه ومع بعض الامراض العضويه، مثلا زي الحساسيه اللي تطلع في الوجه، زي التقلصات اللي في الباطنيه، اللي عنده مثل الضغوطات النفسيه هل لها تاثير ولا ما لها شيء؟ للاسف حقيقي جدا. بيجي المراجع ما بيقولش انا عندي مشكله نفسيه. لا، هو بيجي بين حتى احنا بنسميها في علم النفس سايكوسوماتيك ديس اوردر. يعني هو مشكلته بتبقى نفسية بس يجي بأمراض بدنية، يبقى يجي لي يقول لي دوخة، يقول لي وجع في صدري، يقول لي عندي مشكلة ملهاش علاقة خالص بالنفسية، بس احنا كأطباء اما بنيجي بنفحصها ما بنلاقي أي سبب، ما في عنده أي شيء، ويا ريتها ثابتة، الموضوع يبقى متغير معاه، شوية بعرض وبعديها بفترة عرض تاني. يعني ممكن في أسبوع واحد أكثر من أربع أعراض مختلفة. عجيب. لأشياء مختلفة. وفي الاخر لو الطبيب ما واخد باله ان المشكله ديت ان ده يخصه شيء نفسي، ممكن يفضل يمشي وراه كل يوم في تخصص مختلف. جميل جميل ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور نصيحتك للي عاده تحس انهم غير متقبلين انفسهم، وش تقول لهم؟ نصيحتك لهم؟ نصيحتي ان اول ما بلاقي المراجع زي كده هوت او حتى الانسان العادي او حتى مع نفسي، يعني ايش ابغى من نفسي؟ اول شيء الشيء ما النفس ما تستقيم الا بالله سبحانه وتعالى. ففي الخطوه ديت لازم النفس تتحط في وضعها الحقيقي، ان هي ما يطلق لها العنان، ان هي تبغى وتعمل الاشياء كلها حرام او تمشي في طريق خطر او تمشي في تفكير سلبي يعمل لي مشاكل انا او اي حد من الناس. فلازم يكون فيها حدود ومتفهمه وضعها وعارفه حجمها الحقيقي. تمام جميل جميل. اول حاجه بنعملها. تمام الله يعزك ما شاء الله. يعطيك العافيه دكتور عادل حسني. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافيه.